جزاك الله خيرا دكتور. الاخت ايمان من مصر. اخت ايمان اتفضلي. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي. الله يبارك فيك. لو سمحت، هو الموضوع خاص باخويا. انا اخويا مطلق زوجته وهي ملهاش اي مأوى ولا مكان، واولاده رافضين ان هي تخرج من البيت. وبعدين هو كان مصمم ان هو يطلقها، يعني طلاق بائن، ويعني حتى عدى 3 اشهر ما رجعهاش. فهم دلوقتي قاعدين مع بعض وبيقول لها البسي الحجاب، بس احنا بنقول له كده الوضع مش سليم، وهو يعني مرتاح كده، هو مش عايز يرجعها خالص، ويعني بينهم خلافات جامده يعني. فايه الحل؟ تمام، طيب تسمع الاجابه ان شاء الله اخو ايمان. دكتور، هذه الحاله اللي حكت عليها الاخ ايمان. نعم، هو طبعا في حاله العده لا يحق له ان يخرجها من بيتها في فتره العده، لكن اذا انتهت العده فيعني اما ان تخرج من البيت، واما ان يخرج هو، واما يختلي بها ولا تختلي به الا بعقد ومهر جديدين في ايجاب وقبول الى اخره. الا اذا كان اولادهم كبار ويعني هم يحولون بين الخلوه بينها وبينها، وهذا امر صعب. ربما يخرج الاولاد الى المدارس او الى العمل او الى غير ذلك. فيعني نحن نقول للرجل اتق الله في هذه المراه، واما ان تمسكها بالمعروف واما ان تصرحها باحسان. لكن ان يعيش الانسان مع امراه اجنبيه عنه في بيت واحد ويختلي بها، ويعني في هذا الامر فهذا وضع غير صحيح. يتدخل اهل الخير والاخوات، الاخت التي تسال هذه تتدخل هي ومن تشاء مع اخيها، وتحاول بقدر الامكان ان يعني تصلح ما بينه وبينها. فان ساءت العلاقه بعد الاصلاح ولم نجد بد، فلا بد من المفارقه. لكن لا يمكن ان تعيش المراه بعد انتهاء عدتها مع رجل انه اصبح اجنبيا عنها في بيت واحد، بحجه انه لا يريد المشكلات. لا يعني لا يريد المشكلات، هذه ليست عذر في هذا الامر، او ان ليس لها ماوى ليس عذر، الا اذا كان للرجل بيت اخر تمكث فيه هذه المراه، او حجره يستطيع ان يفتحها من مكان اخر يعني فيها بعض المرافق من الحمام او غير ذلك. لكن لا يمكن ان يختلي بها في مكان واحد بعد انتهاء العده وهي اجنبيه عنه بهذه الحجج. اي نعم، جزاك الله خيرا.